قتيل بالفكر والتحليل. آياته كالنور لا ترتضي بمثيل. قد أعجز البلغاء والنص خير دليل. ما رتل الرحمن وأتى به جبريل. أين الذي يرضاه؟ أين العقول؟ أين العقول؟ دكتور عبد الدايم الكحيل، أستاذ الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة النبوية. للسمك فوائد عديدة دكتور نسمع عنها، ولزيوته كمان، فماذا توصل العلماء بهذا الخصوص دكتور؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة الله سبحانه وتعالى سخر لنا كل شيء. قال تبارك وتعالى: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فهذه الأشياء التي سخرها الله لنا ينبغي علينا أن نتفكر فيها. ومن ضمن أنواع اللحوم التي سخرها الله هي الأسماك. الحقيقة يعني يؤكد البحث العلمي الحديث أن الأسماك وبخاصة البحرية تعتبر على رأس القائمة الغذائية الأكثر فائدة بالنسبة للإنسان وبخاصة للدماغ، حتى إن هذه الأسماك تعتبر لحومها هي الأطرى بين كل أنواع اللحوم سبحان الله. فخذ على سبيل المثال، يعني أنا أود أن أقول هناك أكثر من 1000 دراسة علمية أصيلة أجريت حول الأسماك. أولا تؤكد فوائد أكل السمك لمن يعاني من الوزن الزائد، هو مفيد جدا لعلاج الوزن الزائد لأنه يحوي كمية قليلة جدا من الدهون. حتى زيوته كمان فيها فوائد، وزيوته لك فوائدها كثيرة جدا. أوميجا 3 أو أوميجا 3، هذه مضادات الأكسدة موجودة بشكل كبير في الأسماك. الأسماك مفيدة جدا لمرضى الكوليسترول، يعني سبحان الله، انظر ما أنزل الله من داء إلا أنزل له دواء. وكأن هذا الحديث يريد أن يقول لك إن دواءك أيها الإنسان موجود في الطبيعة. فلذلك على مرضى الكوليسترول أن يتناولوا على الأقل مرتين وجبة أسماك، على الأقل مرتين، ويفضل السمك المشوي وليس المقلي بالزيوت، لأن هذه الزيوت صعبة الهضم، فيها يعني دهون لا يستطيع الجسم أن يهضمها فيخزنها وتسبب مشاكل له في المستقبل. وتأثر على الصحة العامة. بالضبط. لذلك السمك المشوي يعتبر ممتازا جدا، وبخاصة إحدى الدراسات تقول ينبغي أن تخلطه أو تأكل معه الليمون وزيت الزيتون والثوم أيضا. يعني هذه ربما أكلة نعرفها، ولكن أثبت العلم فوائد هذه التشكيلة سبحان الله، لمرضى الكوليسترول وضغط الدم والسكر أيضا. وهناك دراسة أن الأسماك تقوي الذاكرة، تناول الأسماك بانتظام مرتين على الأقل في الأسبوع أيضا يقوي الذاكرة سبحان الله. سبحان الله. دكتور، القرآن الكريم هل تكلم عن فوائد السمك وزيوته؟ الحقيقة الله تبارك وتعالى قال: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. فالسمك هو نعمة من نعم الخالق المالك سبحانه وتعالى، أنعم بها على عباده وأشار إليها لتأكلوا منه لحما طريا. سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرج منه حلية تلبسونها. إذن أشار إلى أن هذا اللحم طري قبل أن يكتشف العلم أن أطرى أنواع اللحم هو السمك. وأشار لك أيها الإنسان أن هذا السمك موجود كنعمة مسخرة لك، نعمة مجانية مسخر لك أيها الإنسان لفائدتك. وبالتالي القرآن لا يذكر شيئا إلا وفيه فائدة كبيرة. وبالفعل كما قلنا أثبتت الدراسات أن الأسماك تعتبر أفضل أنواع اللحوم بالنسبة لمرضى القلب والكوليسترول وتنشيط هذا النظام المناعي، وأيضا
تطوير المدارك والذاكرة. سبحان الله. سبحان الله. إذا حضرتك دكتور بتنصح كل المشاهدين بأن يتناولوا وجبة السمك على الأقل مرتين في الأسبوع. أكيد هذا ما يؤكده العلم الحديث. شكرا جزيلا دكتور عبد بارك الله فيك وجزاكم كل خير. يا أهلا وسهلا. هذا هو القرآن قد أنقذ الإنسان على الورى إحسانا بالذكر والدعوات يا مبصر الأكوان الذكر خير لسان.